درب المحبة هو طريق السعادة. خلود خلود افتحي، انا عهود. خلود ابي اعرف اذا انت اللي كنتي برا من شوي ولا لا. خلود خالتي، إذا حطيت الحنة هذه لونها بيصير أسود؟ عاشر مرة تسألين هالسؤال. أنا قلت لك يا خالتي لا توهقين نفسك معاها، بس أنت ما سمعتي كلامي. سعود ركب لي هذه بعد. اصبر اصبر يا بنت اصبر. عن جود هذه لا يعجبها العجب ولا الصيام في شهر رجب. أكيد، لأن الصيام في شهر رمضان مو في شهر رجب يا جدتي. طيب إيش العجب؟ خرافة من خرافات زمان. أنا مخرفة يا نجيت. يوم نجود ما قالت كذا، قصدها الكلام يوم منيرة. أم منيرة شابنا، وش الموضوع؟ أي عشان تعرفون إن أنا حمالة أسية، ولمعلوميتكم أم منيرة ما تتشطر إلا علي أنا وبس. بلاك أشطن واحدة فيهم. أم منيرة يقولون زمان إنك كنت. كملي يا نجيت، وش تبين تقولي؟ انك كنتي طيبه وحليله وبالك وسيع. وش اللي قلب حالك الحين؟ تبين تعرفين وش اللي قلب حالي؟ لا ما له داعي، خلاص ما بيعرف. تعالي تعالي يا نجوم. ها تعالي يا نجيت. مساك الله بالخير يا عمي. مساء الخير للضيوف. احط لك العشاء. لا انا تعشيت. وين البنات؟ في حجرهم. تعشوا؟ وهو في احد يتعشى في هالبيت؟ يعني ما كلوا؟ كل واحدة طلبت لها سندويتشات من برا. الله يهديهم، بس ما ادري شو يحبون في هالخرابيط هذه. جهزتي لي الماي؟ والجرايد بعد. مشكورة، تصبحين على خير. وانت من هلا يا عمي. استريحي. ها وصلك كارت الدعوة حق زواج مهند ولد خالد؟ أيوة وصل اليوم. الله يوفقه. آمين. طيب تفضلي. وش غيبة؟ افتحي وشوفي. مين هذا يوبا؟ هذا لك يا نجلة. وش المناسبة؟ ها
علشان تروحين في الزواج حق ولد خالد. بس يبا أنا ماني برايحة. ما أنت برايحة؟ إيه يبا، كلمت خالي واعتذرت له. لا يا نجلة، عيب أنا أبوكي، ما يصير ما تحضرين زواج ولد خالك، بعدين بيزعلون عليكي. يبا هذا مو بأول عرس بالعائلة ما حضرت، ولا أظن أنه آخر عرس، عشان كده ما حد بيزعل علي. تطمن يبا. بس أنا ودي تروحين عشان خاطري يبا، لا تضغط علي. أنت اللي تضغطين علي يا نجلة. تحملني يبا، أنا عارفة أني ضيقت صدرك، تعبتك معاي. أنا مستعدة أتحملك العمر كله يا نجلة، هو عندي أحد غيرك؟ بس عشان خاطري يبا، لا تقول بس. بروح أخليهم يحطون الأكل. ساعة تحضير تحليل ثاني. حاضر دكتور. أسبوعين كثير يا دكتور ماجد. هذا الوقت اللي قدرت أدبر لك إياه، عاجبك ولا أعطي لأحد غيرك؟ ما حد غيري ليه الحق أكثر مني. وليه كل هالثقة؟ عشان أنا عارفة وش اللي أبيه. تدرين أنك أنت الوحيدة اللي تعترض على كل قراراتي وتناقشني في كل شيء؟ أنا مستغرب ليه زميلاتك راضين وساكتين؟ زميلاتي ما هو براضين، بس هم ساكتين لأنهم خايفين منك. وأنت ما تخافي؟ لا أنا ما أخاف، خاصة وإني عارفة أن أنا على حق. تعبي وسهري وتعب أهلي ما راح أضيع وتنازل عنه عشان الدكتور المشرف علي عنده قناعة أن المرأة نهايتها المطبخ. عن إذنك وراي مرور على المرضى. نفسي أدل بيته. بسيطة، انتظر قدام مكتبه وامش وراه من غير ما يحس فيك إلي ما تعرف بيته. خاف يشوفني ويعرفني. امشي وراه في الليل. خاف يعرف الموتر. ما أظن، وإذا أنت خايف خذ موتري. لا ما يحتاج، أنت صادق وامشي وراه بالليل، شي بركز عليه. تلقاه ما ركز على موترك يوم شفته ولا حتى ناظره. تبيني أنا أمشي وراه؟ لا لا ما يحتاج، أنا بتصرف. خلاص بابا كل شيء جاهز. زين مشكور. خلاص روح الحين بعدين يجي ان شاء الله. بعدين الله يسر قلبك يا سعود ويسعدك مثل ما سريتني. أبوابكم للحبايب وسكروها بوجه الجراثيم، وخلوا الخير يدوم والجراثيم تزول. وانشروا البهجة ولا تنشروا الأمراض. سائل ديتول مطهر، حماية يومية لعائلتي.
شكلها مو طبيعي طول عمرها كذي. وش فيها؟ لا هي ولا اختها ما عمري شفتهم يضحكون ولا يسالفون، دائما مكشرين ونفسهم في راس خشمهم. غريبه مع انهم غرقانين بالعز والنعمه والدلال. ومين قال لك ان العز والدلال اسباب السعاده؟ اذا الفلوس والعز والثروه ما هي اسباب للسعاده، عيل وش هي اسباب السعاده يا جدتي؟ راحه البال والحب والامان والتفاهم واشياء كثيره يا نجيد. ناس كثير مهملينه يركضون ورا المادة. معقولة هالحكي اللي تقولينه يا يمه؟ طبعا معقولة يا نجيد، انتي واخوانك اكبر دليل على اللي اقوله. انتي مثلا على طول تضحكين وتسولفين وتسوين مقالب في اللي حولك وكلك حياة، مع انك ما تملكين 1/10 من اللي يملكونه خواتك، وهذول هم على قولتك ابعد ما يمكن عن السعادة. كلامك صحيح يا جدتي. لا تنسين بعد يا نجيد جدك ابو ناصر الله يرحمه، اللي ما عرف طعم السعادة والهنا إلا لما تزوجني وعاش معي، مع أنه خسر في المقابل كل أملاكه وثروته. وما حسيتي يا جدتي خلال سنوات عشرتك معه أنه ندمان على اللي سواه؟ بالعكس، كانت سعادته باللي سواه تزيد يوم عن يوم. ما رح نوطي إلا من هالرومانسية اللي ضاربة في العائلة، ابتداء في أبوي الله يرحمه ونهايته في سوية. لو إنك شفتي منظر خواتي اليوم كان عرفتي معنى الكلام اللي قالتها منيرة. تكفون الله يخليكم، غيروا الموضوع، لا تدخل علينا سارة الحين وتفتح سيرة ناصر وحبها لناصر، ترى ما إحنا ناقصين. وش فيها سارة؟ ما حد قال سارة. توني سامعتك تقولين سارة. لا احنا كنا نتكلم عن موضوع سارة مرت أندرو. طلقها يا خالتي من زمان. حتى هي وش قصة هالسارات؟ أثرني صحيحة. تدرون أحسب أنكم تتكلمون عن سارة بنيتي. أمي جابت العيد. Thank you.
الحين ما عرفت تبطلت نكاح؟ على وشك. وش تبي بتبطلها؟ المطبخ مليان من التمر اللي احنا نصلحه، وما في احسن منه. انا ابي اشوف وش فيه زود عن التمر اللي انا عزينه عندي. اكيد ما في زود يا ابو صالح. اجل ليش الناس تبيه ولا تبي التمر اللي عندي؟ ها، انا عن نفسي احب التمر اللي انت تزينه، وما احب اكل غيره. من صدق تقولين هالحكي ولا عشان تجبرين بخاطري؟ في احد يجبر خاطر احد ويجامله 40 سنة؟ لي 40 سنة يا ابو صالح، وانا ما اكل الا اشغل يدك. لو ما هو بزين كان ما تحملت الاشهر. لا يا ابو صالح تسوينها، ولا عندك في ابو احد. انا الحين بشوف هالتمره. بس عاد كافي، من بياكل كل ذي؟ ها شلونه؟ ما هناش فرق، هذا اذا ما كان تمرنا ازين منه. اعطني اذوقه. لا ما انا بعطيش تذوقينه. ليه يا كافي؟ اخاف تاكلين وتهونين عن التمر حقي، وانا ما عندي استعداد اخسر الزبون الوحيدة اللي تحب تمري. بس انا زبونة ما تشتري ولا تدفع. ولو عطني تميرة واحدة بس، اوعدك اني ما اخليه يتأثر علي. معصي يا ام صالح. ترى بسرقها من وراك. ومن قال لك اني بخليها لك؟ ابا اخذها معاي للمحل. الظاهر ان عليك قل صح يا ابو صالح. قول اللي تبي، ماني بمعطيك. لو ما حسيت انه ازين من تمرك كان عطيتني اذوقه. ما في اكل وش يعني؟ ما في. بيصبون الأعمدة إن شاء الله. الظاهر هذا المبنى ضخم، يصير من المباني المميزة في الرياض. أتمنى من كل قلبي. أنا متأكد من هذا الشيء من شفت تصاميمه. الله يحفظك. الله يتمم على خير. آمين يا رب العالمين. تحب أوصلك طال عمرك؟ لا لا شكرا، السواق ينتظرني. زين.
السلام عليكم. وعليكم السلام. عنودة وينه؟ نجود في معملها، وأمي وخالتي في المطبخ يسوون العشاء، وأمي منيرة في حجرتها، ومحمد بعد يذاكر. بعدي والله يا بطل. تبي شيء يا أخوي؟ لا لا سلامتك، خليك بشغلك. أم منيرة بحجرتها؟ إيه بحجرتها. ظنك نايمة الحين؟ لا توني جاي من عندها، صاحية قاعدة تسمع الراديو. ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا سعود، شلونك يما؟ ابشرك بخير وعافية. بس يما ما انت ناوي تخفين عن عمرك من الخياطة؟ أماني قالت لك يا سعود إني أتسلى يا ولدي وأضيع وقت. بعدين بيني وبينك أنا ما أعرف أقعد كذا لا شغلة ولا مشغلة، ما تعودت. دام هذا اللي ريحك خلاص أنا ألزم ما علي راحتك، بس أبيك توعديني إنك ما تضغطين على نفسك. أوعدك أوعدك يا بعد قلبي أوعدك. إما تذكرين وش كنت تنادين أبوي محمد؟ يا نور داري وقلبي، وشلون تذيني أنسى يا سعود؟ الله يرحمه كان رجل عظيم، ليت أبوي طلع مثله. سعود وش فيك يا بعد قلبي؟ قالت لك الوالدة أني شفت أبوي؟ إيه قالت لي. اليوم لحقت بالسيارة إلى بيته. ودليت بيته؟ اي يا جدتي، قصر ما هو بيت. وانا اشوفه لحظات حسيت مشاعر نجود وهي مقهورة من خواتي، حسيت بالظلم وبالقهر، وقعدت اسأل نفسي ليه ابوي سوى فينا كذا؟ ليه ابوي عايش بذا العز ورامي عيالها الرمية؟ لا تظلم ابوك يا ولدي. انا اللي بظلمه يا يمه؟ أبوك مغلوب على أمره يا سعود، ومجبور على اللي سواه، وصدقني لولا خوفه أن أمه تحرم سارة منكم ما كان خلاكم وابتعد عنكم. رحلة يا سعود. إيه يا يمه رحلة. أنت اللي تقولين هالحكي يا يمه، وأنت كنتي أكثر واحدة رافضة أني أروح. قبل كنت خايفة من ناصر تنفذ تهديدها وتأخذكم وتحرمنا منكم، لكن الحين خلاص يا ولدي ما عاد أحد يقدر ياخذكم، انتوا كبرتوا بسم الله عليكم. ولو صعب أروح له ما أقدر. لا لازم تقدر يا سعود، أنت الحين دليت درب أبوك، بيته وشغله، وما يجوز تقطعه يا ولدي، لازم تسأل عنه. عاد هو اللي سأل عننا يا يمه. ما عليه يا يمه، خليك أنت الأحسن يا ولدي. ابدأ رحلتك لحياة متوازنة مع سنترم، توازن ذهني،
توازن جسدي. ثقفي سنتروم اللي يوفر لك 26 نوع من الفيتامينات والمعادن ليكمل احتياجاتك الغذائية في الشهر الكريم. خلي حياتك متوازنة مع سنتروم يوم بعد يوم. مساء الخير يا عيوني يا الغالية. بغيت شاي يابا؟ أبغاش تعشين؟ مالي نفسي يابا. ليه مالك نفسي؟ يعني تبغين تموتين؟ يابا أنا أكل على قد شهيتي، ما تخاف علي. وشهيتك هذه قاعدة تقل يوم بعد يوم. إذا ما أكلتي أنا ما رايح أكل. أنا تعبت، تعبت من الوضع اللي إحنا فيه. أنا مليت من الحزن، مليت من الشغل، مليت من البيت، مليت من الدنيا، مليت من كل شيء حوالي. لا يبا لا تقول كذا، واذا هذا بيريحك ويرضيك يبا. سامحيني يا نجلة، انا ما ادري ليش قلت لك كذا. انت اللي سامحني يبا، انا فعلا تعبتك معاي، حولت حياتك لجحيم. لا تزعل مني الله يخليك، انت كل شيء لي في الدنيا يابا. قومي اغسلي وجهك واذكري ربك، وان شاء الله ينزل سكينته على قلبي وقلبك. ما انت زعلان مني يابا؟ انا اقدر ازعل من روحي وقلبي. انت انظري اللي اشوف فيه يا نجلة، انت روحي ومستقبلي، واذا انا زعلت هذا كله خوف عليك انت. اوعدك اني احاول اريحك يابا، بس وعدني انك ما تمل مني ولا من البيت ولا من الحياة. صدقيني مفتاح سعادتي وهناي في يدك انت يا الغالية. تفضل. صباح النور. تفضل. ايش هذا؟ هذا بحث سويته البارحة. في كل الدراسات تتعلق بالمرض اللي يصيب به الطفل ابراهيم في الجراح 15، ويحتوي كمان على عدد الحالات اللي تعرضت لها المرض واهم الادوية الفعالة في مقاومته وكل التفاصيل اللي ترتبط به. متى عندك تسوينه والطفل ما دخل الا امس المستشفى؟ سهرت عليه البارح. تبين تثبتين انك مجتهدة وحريصة على إثبات وجودك كطبيبة. هذا شيء، والشيء الثاني أبغى أثبت لك أن وجهة نظرك في المرأة بعيدة تماماً عن الصواب، وأن اللي تسويه بسبب هالقناعة خطأ كبير. وسهراني طول الليل علشان بس تثبتين للشيء هذا؟ الأمر يستاهل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وش فيك يا ابو تركي؟ وش جابك يا سعود هالوقت؟ ما عندي محاضرات في الجامعه، قلت امر البلديه اخلص تصريح مشروع الجنادريه. ليش ما خليت الشباب يخلصونها عنك؟ خفت نتعطل وحنا مستعجلين. الا ما قلت لي يا ابو تركي، انت فيك شيء شكلك ما هو بعجبني. يا سعود يا ولدي، يمكن الله أرسلك لي علشان أطلع لك اللي في صدري حتى لا ينفجر ويصير فيني شيء. أنا كلي أذان صاغي يا أبو تركي، تكلم طلع اللي بصدرك. صباح النور.
الو السلام عليكم. ناصر موجود؟ انا ابو محمد. خير ان شاء الله. هلا يا ناصر، كيف الحال؟ لا حبيبي تعبان شوي. لا 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 لا، ودي ارتاح في البيت شوي. اكيد يا ناصر اكيد. لا لا لا، اذا ما في شيء يستلزم وجودي خليني ارتاح في البيت شوي. لا حبيبي لا، خلاص اذا احتجتوني دقوا علي، لا في البيت ماني رايح. يلا مع السلامه. مع السلامه. أنا وش اللي سويته في نفسي؟ هذه ما هي بسواتي، هذه سوات مناصر. ما شاء الله عليها، ما خلت ولا بقت، بركاتها عمت كل اللي حولها. بس ولو المفروض عقب ما ماتت وتأكدت أنها ماتت شفت حل عمرك. وشلون وهي مجهزة النائبة حقتها تمسك مقاليد الحكم بعدها؟ لا، والمشكلة نائبتها طلعت زي المثل اللي يقول الله يحل الحجاج أنت وليده. أخاف مناصر قاستها فعلا. الظاهر انها كانت تبينا نقول الله يحل المناصر عند مريم. بصراحة الله يحل. لا ما نبقايلة، خليني اخالف رأي مناصر ولو مرة واحدة في حياتي. الله يكون في عونك يا ابو تركي ويعظم اجرك. أنا ما كنت أعرف أن عندك كل هالمشاكل. وهو في بيت في الدنيا يخلى من المشاكل؟ إيه. والله أنا صادق. أنا اللي واجعني يا سعود ومخلي مصيبتي مصيبتين إني واقف عاجز وأنا أشوف بنتي وحيدتي تذبل قدامي مثل الوردة. وش رأيك أبو تركي أعرفها بهلي؟ صدقني هم اللي بيقدرون يساعدون على تجاوز الحزن اللي هي فيه. هم ما شاء الله عليهم وسعين صدر بالحيل. صعب يا سعود، نجلاء انسحبت من أعز صديقاتها. لا تنسى تكلم أحد ولا تقابل أحد، وما أعتقد أنها ممكن الحين تتعرف على أي إنسان. حاول يا أبو تركي، حاول على قد ما تقدر. أنت كل اللي عليك أنك تقنعها تزورنا وخلي الباقي على أهلي. ظنك في أمل يا سعود؟ الأمل بالله كبير يا أبو تركي. ونعمة بالله. إذن تتعشون عندنا يوم الأربعاء الجاي إذا كان هذا يناسبك. لا تكلف على نفسك، خلها شاي وبس. وش دعوة يا أبو تركي، دخلتك البيت المتواضع تسوى شيء كثير. أنا خايف أنكم تتعبون نفسكم وما ترضى تجي. إن شاء الله أنها بتجي يا أبو تركي. أنت حاول معها على قد ما تقدر، وإذا ما نجحت أنا برسلها واحدة من خواتي وتقنعها بإذن الله. الله يجزيك خير يا سعود، يكفيني منك هالاهتمام وهالتعاطف معي. الله يكفيك هم الوجع والحزن يا سعود. صالح آه. آه. يا الله. يوم صالح وش فيك يا ابو صالح؟ تعبان يا ابو صالح، تعبان. الكبر والوحدة هالحين. يا الله قر الله يا أبو صالح. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا الله لا إله إلا الله. وبعدين ما في شيء جديد، من خبرتك وانت مهموم ولدك هاجرك من سنين، والكبر ما هو جديد عليك من زمان وانت كبير. أفا يا مصالح، تستغلين ضعفي وقلة حيلتي وتتمسخرين علي؟
أنا ما جبت شيء من عندي، كل اللي قلته فيك، ولا لا؟ بسم الله عليك الحين، يعني أنت ما عندك مشاكل؟ أنا ما اشتكيت لك. وبتذليني يوم اشتكي لك؟ مثل ما ذليتني يوم طلبت أذوق التمر وعييت. وشايلتها في قلبك إلى هاليوم؟ ولين بكرة؟ أقول بس قومي، قومي، قومي حطي غدانا لا يجي من جزوة، قومي. ما ودك أدهن رجيلاتك بالأول؟ أشوف قلبتي على الوجه الطيب. أنت عارف إني أشي عكسك بس، وتبني الجد أخاف عليك حتى من دقة شوكة. بعدي والله يا أبو صالح. إيش رأيك يا أبو صالح نحط سواق يساعدك وشيل عنك شوي؟ صالح، شلون تبيني أدخل واحد غريب في بيتي ما أعرف عنه ولا شيء؟ طيب وش تسوي؟ أنت ما عاد فيك حيل، والسن يا أبو صالح لا أحكام. وش أسوي؟ هذا أمر الله ومكتوب علي. الله يسامحك يا صالح. الحمد لله أن سعود مسؤول عن الكهرباء والماي والتلفون، ولا كان علوم نعلوم. ليت صالح طلع، لو ربع سعود. صالح خذلني وخيب أملي أم صالح. ما عنا أخبار؟ يقولون إنهم شافوه من كم أسبوع في ديرة ذي يسمونها كسوه، ما أدري ديرة من هالديار. وش يسوي فيها؟ وأنا أدري عنه. هم شو اللي يخليهم يسوون كذي أبو صالح؟ مغرر بهم، وهم صحيحين يصدقون كل شيء قال لهم. وهم يقولون لهم تركوا أهلكم وديرتكم وهملوا عيالكم وهجروا والديكم وأكثر بعد. وهم ما عندهم عقل؟ يعرفون أن هذا حرام وما يجوز. أنا اللي على قد حالي، لو واحد ياني وقال لي كذي أقول له أقطع وخس. الظاهر أنهم غاسلين لهم مخ. ها؟ وش به غسلوا؟ ادخل، روح قابله، سلم عليه، هذه فرصتك. ما كل الوقت متأخر؟ أزين، تلاقيه مروق وما عنده شغل كثير. روح يا سعود، روح سلم عليه وتعرف عليه من قريب، هذه فرصتك ولا تضيعها. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا هلا بالطيب الغالي. تصدق يوم قال لي السكرتير انك انت ما صدقت؟ تفضل تفضل تفضل. هلا حيا الله من جانا، اهلا وسهلا. الله يحييك. يا هلا. وسامحني اذا جيت من غير موعد. افا عليك يا ولدي يا سعد. انت بالذات تيجي اي وقت، المكان مكانك. أنا قلت أمر أطمن عليك، شلونك عقب ذاك اليوم؟ إن شاء الله أحسن. اللي أقول لي يا سعد، أنا شايفك قبل. لا طال عمرك، أنا أول مرة أشوفك فيها قدام مؤسف نفس ذاك اليوم. كأني شايفك أو شايف حد يشبهك، لكن مثل ما يقولون يخلق من الشبه 40. إلا وش طبيعة عملكم في المؤسسة؟ تجارة عامة، عندنا محلات ومجمعات تجارية في الرياض وجدة والدمام،
وهني المكتب يشرف عليهم بشكل عام. إلا قول لي أنت وش تشتغل؟ أنا مهندس معماري طال عمرك. ما شاء الله لا إله إلا الله تبارك الرحمن. وين تشتغل؟ في الصبح معيد في جامعة الملك سعود، وبعد الظهر في مؤسسة أبو تركي المقاولات. تعرفها طال عمرك؟ في حد ما يعرفها، من أكبر المؤسسات في هالمجال، وأعتقد بلونها أحد المجمعات. أنت يا ولدي يا سعد مبسوط معاهم؟ الحمد لله أني توفقت مع واحد مثل أبو تركي، رجل شريف وعملي ومرن جدا في التعامل. درب المحبة درب المحبة درب المحبة.